كنا صغارا يا صاحبي، صغارا جدا، مثل فراخ الأوز واقفين على طرفي الشارع كسطور الكتابة. وكان ثمة هرج كبير، هرج مهول، وكان المعلمون الذين يقفزون بين الصفوف ملوحين بعصيهم أشبه بقطط مذعورة يصرخون: انتبهوا، لوحوا بأيديكم، حين يمر الرئيس. ومر الرئيس مر وسطنا ملوحا بيديه، ثم اختلطت الصفوف الهندسية وراء الموكب وتحولت إلى كتل سوداء متدحرجة عنيفة في فوضاها. سقطت على الأرض مرارا، تصطدم بي الأجساد والأرجل وأنا أجاهد للخروج من البحيرة الآدمية. وحين وصلت إلى البيت كان وجهي أقرب إلى التراب منه إلى وجه طفل. سليم بركات. والشمال امتحان، جهة الضجر الكبيرة سيدة الجهات في امتحانها، تأخذ كل شيء لتعطيك البسالة والتهور، وفي أضعف حال تجعلك وكيلا على ملك لا يرى أو حارسا للهواء. مصادفات متواصلة في شمال لم يكن وجوده إلا مصادفة، إذ لم تكن للأرض من قبل إلا ثلاث جهات. لأنكثن بوعدي إذن، فالشفاه التي تردد الكمال الصاخبة تردد الموت، والموفدون إلى هذا الليل ليبنوا أدراجه اللولبية يبعثرون الرخام الذي حملوه. أما المشهد المقام على أنقاض حاله فهو على حاله، والحيلة على حالها، والموت وحده الأكثر وحدة بين الأسرى. لكن ما الذي يفعله الموت هنا؟ ما الذي يفعله الموت السكران ذو الدوار الأشد، وهو يرمي بثيابه إلى الأرواح؟ ما الذي يفعله الموت المسطر بأقلامه على الفكاهة النائمة، كورقة مديدة بين شعر نائم وأنين يقظان؟ ما الذي يفعله الموت شريكي في هذه البرهة التي تتأصل بجذور كجذور التين، وبراعم من شعاع ينثر المغيب على أثداء شقيقاته؟ ما الذي يفعله الموت القادم بي إلى هذره؟ ما الذي يفعله الموت الذي أضجر الشهود بهرجه وخرج مع الخارجين من الباب ذاته الذي يفضي إلى الحياة؟ ما الذي أفعله بالموت أسيري وأنا الحائر في تدبير زنازين مضيئة تليق بأسرايا وبي؟ فلتتمهل الحقيقة في اقترابها من القيد الذي أشد به رسغي إلى رسغ الريح. أما المشهد فليبقى على فراغه، لأنني سأستعجل في إبرام العقد ذاك الذي يقدم الهواء غريقا إلى الزبد، وسأعلم نفسي مشافهاتها الكبيرة بلسان مقطوع. فالأمر كله برهة في يقين منكب على الرتوق كإسكافية. سأبوح بي للأرق الذي يبوح بقدره للمياه، ستبوح المياه بي للسكون الجالس حافيا أمام مريديه، وسأقسم الهبات التي رفعها الحريق إليّ بين اليقين والفكاهة. سأتقاسم والبرد الضاحك شتاء أنا اللهبية. Thank you.
على خير، تصبحون على ألق، تصبحون على عدم مدرج في قائمة الطعام. يا لروح المغلوبة على أمومتها. هذا ما أقوله وأنا أغادركم من الباب الخلفي المفضي إلى الحياة، لكن أسرايا يبقون هنا في انتظار أن أحرر الأزل من الحمى. وأسرايا ملك مشاغلهم، يدبرون لي عذوبة المضي بالخسارة إلى ألقها، مباهين بسفن ليست لهم، يبسطون على الأرض أشرعة من خيال الماء، متموجة كأنما تلد الظلال نسلا من الحبال المشدودة إلى كوثل الفجيعة. هكذا إلى ألقها، هكذا الخسارة إلى ألقها، بأسرى يتقاذفون الفجر كالوسائد، ويتأملون الفردوس المذعورة متشبثا بستارة المسرح.